تستعد إدارة التعليم في منطقة الجوف لاستقبال العام الدراسي بحزمة من الإجراءات الميدانية، فيما اعتمدت وزارة التعليم 5 مدارس للطفولة المبكرة في المنطقة. ميدانيا مشاهدينا يلتحق بنا مراسل الإخبارية في الجوف عبد الرحمن الإبراهيم يحدثنا عن أبرز هذه الاستعدادات. مساء الخير عبد الرحمن. يبدو أن الصوت لا يصل إلى عبد الرحمن أو هو معنا. إدارة التعليم عبد الرحمن يصلك صوتي؟ نعم تفضل، حدثنا عن الاستعدادات التي إدارة تقوم بها التعليم إدارة الجوف التعليم في منطقة في الجوف كغيرها من إدارات التعليم في مناطق المملكة. بدأت الاستعداد الفعلي للعام الدراسي، وأود أن أشير إلى أن إدارة التعليم في الجوف استقبلت قبل يومين الدفعة 6 من المقررات التعليمية، ونتحدث اليوم ونحن معكم في إحدى مدارس الطفولة المبكرة والتي استحدثت وزارة التعليم 5 مدارس منها، وحتى نتحدث عن هذا البرنامج بشكل كامل يسعدني أن يكون معي مدير التخطيط المدرسي بتعليم الجوف الأستاذ سليمان العويضة. شكرا لتواجدك معنا. بداية حدثنا عن برنامج الطفولة المبكرة، كم المدارس التي تملكها منطقة الجوف وكم عدد الطلاب الملتحقين فيها؟ أهلا وسهلا أخوي عبد الرحمن، ورحب فيك في الأخوان في الاستوديو وفي المشاهدين. بالحقيقة مبادرة الطفولة المبكرة هي إحدى مبادرات الوزارة لتحقيق رؤية المملكة عام 2030، فتم إقرار المبادرة في العام الماضي وخصص لمنطقة الجوف خلال العام الدراسي الحالي 31 مدرسة للطفولة المبكرة، تضمنت تقريبا 47 فصل للبنين، التحق فيها ما يقارب 1100 طالب بنين في مدارس الطفولة المبكرة. خلال العام الحالي تم التخطيط للتوسع في مدارس الطفولة المبكرة خلال رحلة اللي هو التخطيط، رحلة عمل طبعا شاقة اشترك فيها مجموعة، يعني عمل تكاملي بين إدارات التعليم، الإدارات الخاصة بالتعليم سواء من إدارة التجهيزات أو إدارة المباني أو إدارة شؤون المعلمين، تقريبا اختيار الموفق للمدارس تكون بدون أي عوائق أو تسهل اللي هو عملية الدراسة في بدء العام الدراسي الجديد. إذا ما تحدثنا عن مدارس الطفولة المبكرة والتجهيزات فيها، ما هي أبرز التجهيزات الخاصة التي تنفذونها لاستقبال الطلاب والطالبات في هذه المدارس؟ بالطبع طبعا بعد اللي هو توفر المقررات الدراسية في المدارس، فيها العمل اللي يسبقه يكون في عمل تجهيزات داخل الفصول، في فصول تشاركية داخل فصول البنين أو البنات، أيضا كذلك فيها أجهزة تعليمية تتضمن داخل اللي هو فصول، وفي تقوم إدارة المباني عندنا بالتنسيق مع شركات تطوير بتركيب أرضيات فينيل في مدارس الطفولة المبكرة تناسب لعب الأطفال، وأيضا في تعديل دورات المياه لتتناسب مع أعمار اللي هو رياض الأطفال حتى يستخدمون اللي هو دورات المياه بشكل صحيح. شكرا لك وشكرا على هذا الإيجاز. أعود لك إيمان، هذه كانت لمحة بسيطة عن استعدادات إدارة تعليم الجوف لاستقبال العام الدراسي واستحداث 5 من مدارس الطفولة المبكرة اللي تنضم لجملة من المدارس الموزعة على مختلف مدن ومحافظات المنطقة.